ومن هنا فهو مفهوم جدير بالمناقشة. إن الهوية لا توجد في واقعنا نلبسها مثل ثوب، بل هي عناصر مبثوثة هنا وهناك نبني بها ما نتميز به وننفتح به على المستقبل. في المجتمعات التقليدية والريفية الهوية معطاة، فالفرد يتبنى كليا قيم الجماعة. تعرفون البيت الشعري الشهير: وما أنا إلا من غزية إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، أو كما جاء في القرآن الكريم: إن وجدنا أباءنا على أمة. وهو الأمر الذي رفضه المتكلمون في من علمائنا عندما رفعوا شعار: إن أول الواجبات النضار. إذن فالهوية لا تبنى إلا على المعرفة، إذن لا بد من اقتحام عالم المعرفة بجرأة، لا بد للشباب أن تكون لهم الجرأة على المعرفة والقدر الكبير على الفضول المعرفي. لا بد أن يتحرك التفكير عند الشباب حتى يبنوا ذواتهم على أساس من علم ومعرفة. فالناس بطبيعتهم يميلون إلى الرفض الانتقائي للحقائق التي لا تتوافق مع معتقداتهم الحالية، وبالتالي فلن يغير لك فكرا نصيحة أحد، بل يغيرك تفاعلك مع عالم فكرك والواقع الذي تعيش فيه. هناك أمور كثيرة يجب التعرف عليها، وأهم ما ينبغي الالتفات إليه المشترك الإنساني بيننا وبين الآخرين. فنحن في حاجة إلى التعرف على ما أسميه بهويتنا الفلسفية. لم أريد أن أتحدث عن هذا الجانب لأنه يحتاج وحده محاضرة كاملة. فنحن لنا تراث فلسفي هام ولكنه مغبون مع الأسف. فابن سينا تحدث عن الطائر المعلق، وكأنه أول فيلسوف إسلامي أشار إلى مفهوم الهوية، وتجربة الغزالي وقبله المحاسبي مهمة في البحث عن الذات، وكذا قصة حي بن يقظان لابن طفيل والتي ترجمت إلى كثير من لغات العالم تعبر عن البحث عن الذات وتكوين هوية انطلاقا من مجموع أدوات المعرفة وكذلك مجموع القوى الواعية في الإنسان. كثير هم الفلاسفة المسلمون مثل ابن رشد أيضا الفقيه الفيلسوف والشاطبي والعز بن عبد السلام وغيرهم ممن تركوا نظرات عميقة جديرة بالتأمل والاعتبار، وما تزال تتحدى عصرنا، وهي قد شكلت في وقت ما وما تزال تشكل هموم كثير من الأكاديميين الغربيين. يجب أن نتعرف على تاريخنا الثقافي والديني وأن نضيف إلى ذلك معرفة أهم بما يشكل العصر ويؤثر فيه حتى نستطيع إلى التعرف على من نحن. هنا أشير إلى رواية صدرت لفؤاد العروي لتريبولاسيون دو ديغنيس جين ماسي، صدرت في 2014، تشير إلى شيء مما نتحدث عنه الآن. فالرواية تبرز قصة رجل عاش في الغرب لكنه فقد الاتجاه، وقعت له تخمة معرفية، أراد أن يغير حياته وأن يتعرف على نفسه، فرجع إلى بلده ليجد في صندوق قديم في بيته بعض كتب ابن رشد وحي بن يقظان. فلما قرأهما تبين له أن في ثقافتنا بذورا للعقلانية تجلت عند الغرب في أنساق أخرى، وأن العرب والمسلمين ساهموا كلهم في بناء المشترك الإنساني، وأن العودة إلى التراث ليست عيبا بل أساسية من أجل التعرف على الذات. رواية جديرة بالقراءة. إن السؤال الهوية هو سؤال من أنا وفي أي محيط أنا ومع من أتعامل. إننا لا نوجد إلا من خلال علاقتنا بمحيطنا، ولا ننمو ونتشكل ونبني ولا ننمو ونتشكل ونبنى إلا من خلال هذه العلاقة. وبالتالي فهذه الأسئلة لا يمكن أن يجاب عنها إلا إذا اتسع النظر وأصبح مجال التفكير فسيحا غير مغلق. فلا يبني المرء نظرته إلى نفسه وإلى محيطه وإلى مجال علاقاته إلا بعد أن تكون جرأته المعرفية قد أكسبته الأدوات المعرفية للحوار.
فمعرفة التراث ومعرفة المشترك الإنساني مهمة في هذا المجال. هل نحن الذين ننتج معنى لأنفسنا ووجودنا، أم أن المجتمع من حولنا ومن ينتج المعنى، وما علينا نحن سوى الخضوع له؟ هنا يبدأ الفيلسوف فينا، وهنا يطرح سؤال الهوية. إن مفهوم الهوية يجمع بين الحاضر، بين الماضي والمستقبل، بين الذات والموضوع، بين الأنا والآخر، بين التراث وما هو متاح للإنسانية جمعاء. إنه مفهوم نبنيه بالفكر والحوار والمناقشة وتقبل الاختلاف، باعتبار أن الهوية عمل مستمر مرتبط بالحاضر ومنفتح على المستقبل. لكن على من نطرح هذا السؤال؟ وأين نطرح هذا السؤال؟ هنا تأتي أهمية الفضاء العمومي. من مثل هذا الفضاء المحترم فضاء ملتقى الحضارات. في الفضاء العمومي تبنى الفرديات والهويات المنفتحة على الآخر. أول من تحدث عن الفضاء العمومي هو الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، حيث نجده يتحدث عن ما اسمه لابوبليسيتي، التي تعني عنده كل ما يتعلق بالمجال العام. وفي مقالته الرائعة ما الأنوار رفع شعار كن جريئا على المعرفة، ولتكن عندك الشجاعة على المعرفة، فلن نخرج من القصور الفكري إلى النضج الفكري إلا إذا فكرنا بأنفسنا وخرجنا من وصاية الآخرين. لكن هل يعني هذا أن يفعل كل واحد ما يحلو له؟ لا، إن هذا يؤدي إلى الفوضى. ومن هنا ميز كانت بين الاشتغال الخصوصي للعقل والاشتغال العمومي للعقل. في الاستعمال الخصوصي نحن نأتمر بالأوامر ونمتثل للسلطة حتى تسير الأمور سيرا سليما، فهناك حالات لا نفكر فيها بل علينا أن نفعل فعلا واحدا. لكن في الاستعمال العمومي العقل يخرج من الوصاية، أي الجرأة على التفكير خارج الوصاية للتفكير في السلطة التي نخضع لها. نحن نأتمر الأوامر في إطار الاستعمال الخصوصي للعقل، فنحن في القسم أو في المدرج نمتثل الأستاذ أو المحاضر، لكن لا شيء يمنع الطالب من التفكير في إصلاح التعليم، ولا شيء يمنع المواطن من أداء الضرائب وفي نفس الوقت أن يفكر في الإصلاح الضريبي، ولا شيء يمنع من أن نذهب لسماع خطبة الجمعة وفي نفس الوقت ندعو إلى الإصلاح الديني. وعندما جاء هابرماس عمق هذا القول في دراسته لاركيولوجي دو لا بوبليسيتي، حيث تحدث عن دور الأندية والصحافة في بناء الفضاء العمومي. ونظر لهذا الأمر الهام فيما سماه بأخلاقيات المجال العمومي التي سماها أخلاق المناقشة، لأن بها نؤسس فضاء عموميا قائما على التوافق وليس على الإجماع. فالعصر لم يعد يسمح بتلقين أفكار أو أخلاق لشباب يتوق إلى بناء ذاته، فلا أحد يزعم امتلاك الحقيقة، فالفضاء العمومي تحكمه الآية الكريمة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، سورة سبأ آية 24. إنه فضاء النقاش والحوار والأدلة فقط، ما يمكن أن نتفق عليه هو ادعاء الصلاحية. فالموضوع المطروح إذن يكون بين الدوات والحجج، والأدلة هي الفيصل الأخير، والحديث عن الذات والصدق هو المجال الذي يبني به الفرد هويته الفردية انطلاقا من النقاش العمومي، وكذا نبني هوية المجتمع الثقافية والسياسية. فيجب أن ننشئ ما سماه أحدهم بالأغورا المغربية. إنه الفضاء العمومي فضاء بناء الهوية، لكن هل تبنى الهوية ونحن نجهل تاريخنا السياسي والثقافي والديني؟ هل نستطيع أن نبني هوية دون الاطلاع على مناهج المنطق وقواعد الحجاج؟ إذن بناء الهوية يحتاج أن تكون عند الشباب جرأة على المعرفة، أن يكون قارئا نهما مثقفا، بمعنى مجموعة من المكتسبات المشتركة بين أفراد المجموعة، وكذا عبارة عن التعبيرات والإنجازات النابعة من نظام المكتسبات العقلية، وتشمل كذلك المعتقدات والمعايير والقيم والتخيلات الاجتماعية والعادات. ففي كل فرد جزء مستبطن من ثقافته،
وهذه الثقافة المستبطنة هي كل المبادئ الثقافية المكتسبة وهوية الجماعة لها جذور تاريخية ومن المناسب التعرف عليها. ولا بد أن نذكر هنا أن الهوية العربية الإسلامية عندما انفتحت على الموارد الثقافية من الإغريق والفرس والرومان قد اغتنت اغتناء كبيرا سواء في الفقه أو الكلام أو التصوف أو المعرفة الفلسفية والعلمية على السواء. إن الفكر العربي الإسلامي عندما انفتح على هذه الموارد أصبح فكرا يدخل الحضارات الأخرى من بابها الواسع، فقد شكل هذا الفكر الثقافة اليهودية، كما كان ابن رشد وابن سينا وابن باجة وغيرهم من فلاسفة الإسلام وعلمائه من أمثال ابن الهيثم والخوارزمي وجابر بن حيان قد شكلوا من جهة أخرى الهوية الأوروبية، وأصبح المسلمون بفضل هؤلاء من الموارد الثقافية التي شكلت الحضارة الأوروبية. فهل نستطيع أن نرفع التحدي وننفتح على الموارد الثقافية المتاحة لنا اليوم من أجل بناء هوية غنية ومنفتحة على الحاضر والمستقبل؟ أترك هذا السؤال وشكرا على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الشكر الجزيل للأستاذ إبراهيم مرتشن على مداخلته. على ما أظن سننتقل الآن للمداخلة ديال الحضور الكريم. أي واحد يعني بغي يدخل في الحدود ديال دقيقة، يعني سؤال مداخلة إضافة مرحباً.